السلام عليكم، صباح الخير ومساء عليكم جميعا يا شباب. يا رب تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما. معكم محمد هلال، ومن ضمن سلسلة الربح من الانترنت وكسب الأموال النهاردة معانا شرح كويس جدا واستراتيجي لو انت طبقتها يعني ومشيت عليها بحذافيرها، فبكل تأكيد انت اللي هتحدد بالظبط المكسب اللي هيجي لك من 10 دولار ل 20 ل 50. ممكن تكسب 100 دولار في اليوم، مش مبلغ اوفر، مش مبلغ انا بقوله خلاص، بس لو انت كملت الفيديو بالاستراتيجي بتاعنا اللي احنا هنشرحه بالادوات اللي احنا هنشرحها هتفهم انا عايز اقول لك ايه. ولو طبقت الشرح ده ان شاء الله اضمن لك اللي انت يبقى معاك يعني فلوس كويسة جدا. يعني انا دايما بحب في فيديوهاتي خصوصا لما باجي اشرح حاجة من الربح بالانترنت احب ادخل كذا حاجة في بعض، يعني كذا حاجة في بعض كده، يعني ادوات او مواقع او برامج بيخلقوا لك استراتيجي او بيخلقوا لك بلان، خطة انت لو مشيت عليها يعني هتكسب منها كويس جدا. ما يجيش واحد يقول لك يديك موقع بس يقول لك اشتغل فيه، لا، المفروض اللي يديك موقع يقول لك اشتغل فيه بطريقة عاملة كذا 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 وتشتغل فيه ازاي. فالنهاردة معنا شرح بطريقة مبتكرة شوية، انت اللي هتحدد انت عايز تكسب منه كام، عايز تكسب منه من 10 دولار ل 100 دولار، انت اللي هتحدد بذكائك وبقدرتك على ان انت تقعد مثلا على الكمبيوتر على الانترنت كام ساعة في اليوم. لاني طبعا مش هديك موقع واقول لك اشتغل عليه وممكن بعد كام شهر ينصب والكلام ده، لا، ما فيش الكلام ده خالص. انا هديك استراتيجي، هديك خطة تمشي عليها وبإذن الله يعني هتكسب كويس جدا. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الشرح. هو اولا الشرح يعتبر داخل فيه حتة تسويق بحتة كبيرة يعني، لكن هيعتمد على شوية ادوات هتساعدنا جدا جدا جدا. كل اللي احنا هنعمله او هنجيبه من الادوات اللي انا هشرحها لكم شوية ايميلات ناس مهتمة بالنيتش الفلاني، الربح من الانترنت، البرامج، التصميم، الكلام ده، ونديها الشغل اللي هي عايزاه، وهايبر لينك هنربطه بقى باختصار روابط، هنربطه برفع ملفات، هنربطه بسي بي اي، باي حاجة يعني تكسب فلوس. وطبعا الشرح لما يكون عملي قدامكم دلوقتي، يعني انا هشرح عملي قدامكم دلوقتي، انتوا هتفهموني انا عايز اوصل ايه بالظبط. تمام يا شباب، اول حاجة هنروح لها، هنروح لإضافة مهمة جدا هتفيدنا في الشغل بتاعنا ان شاء الله في الاستراتيجي احنا هنتكلم عنه. الإضافة دي اسمها اكسترا برو. الإضافة دي انا هسيب لكم طبعا الرابط، كل الروابط من غير اي اختصار روابط او اي حاجة خالص، الروابط هتكون مباشرة بالنسبة للبرامج انا هتكلم عليها او بالنسبة لاي لينكات انا بتكلم عليها. فهتلاقي هنا هيقول لك add to chrome، فهتدوس add to chrome، فبالتالي الاضافة هتنزل معاك. فالاضافة شباب زي ما انا قلت لك هتنزل معاك في التاسك بار اللي هو اللي فوق طبعا في علامة الاد بتاعت الايميل دي اللون الازرق، فهنفتحها هنلاقي طبعا الكلام ده، كل الكلام ده انا هعرفه لكم ان شاء الله. هنا شباب بقى الفكرة بتاعت الاضافة الهائلة دي، هنا بيقولك اكتب لي كيورد، اكتب لي كلمة انت عايز تطلع منها اكستراكت، عايز تطلع منها الايميلات، الناس مثلا المهتمة، نكتب مثلا المال او نكتب التصميم او نكتب الربح، نكتب اي حاجة، نكتب مثلا المال. وطبعا هنا بيقولك هنقول لقول علشان هو هيبحث في كله، هنا عايزين مثلا الايميلات اللي تبع الجيميل او عايزين ات ياهو، هتكتب اي حاجة او ات هوت ميل، هنا هتخليها ادلي، هتخليها 20 زي ما هي، وهتخلي دي برضو قول. بعد كده شباب هنضغط على كلمة start، هو هنا بيعدلنا، هيعدلنا الايميلات او يعني هيبحث في الفيسبوك، هيستراكت الناس اللي كاتبة الكيورد دي المال مثلا، هيستراكتهم كلهم، هيستخرجهم على البرنامج او على الاضافة اللي انت شغال عليها. فهنا شباب زي ما انا قلت لكم هو عمال طبعا يعمل ريفريش وعمال يطلع ايميلات ويعدها اهو، تمام، 31 ايميل، 38، عمال يعد الايميلات كلها. الاهتمام بكلمة المال، يعني لو احنا عايزين تصميم زي ما قلت لك هنكتب تصميم، برمجة هنكتب برمجة، فوركس، بيتكوين، الناس المهتمة بالكيورد، اي كيورد انت هتكتبها هيجيب لك الناس المهتمة بيها. وده احلى ما في الاداة دي، يعني الاداة دي سحر معاك ان هتنفعك، هقول لك ازاي يعني، فاحنا هنكمل مع بعض الشرح طبعا يعني.
طيب هو عشان بس وقت الحلقة ما يطولش اكتر من كده، احنا ممكن دول يبقى 1000 او 2000 او اكتر، فاحنا هنقول له طبعا ايه استوب هنا. تمام، هنا طبعا طلع لي اهو 131 ايميل. طب احنا عايزين الايميلات دي هنعمل فيهم ايه بقى؟ لا عايزين ناخدهم، يعني هنضغط على كلمة داونلود، هنلاقي التكست اتفتح لنا او اتحمل لنا تحت لو احنا جينا فتحناه. تمام يا شباب، الايميلات كلها نزلت لنا، هي طبعا الكمية اللي احنا اخترناها 131 at gmail زي ما احنا عايزين. عايزين نجيب at yahoo زي ما احنا طبعا قلنا، هنكتب هنا at yahoo at hotmail وat، يعني شوف اللي انت عايزه. فالاداة دي سحر في انها بتستراكت الايميل زي ما انا قلتلكو بالكيورد. طيب بالبلدي كده، الناس دي المهتمة ازاي عايزة تكسب المال، اللي بتدور على المال، اللي اتكلمت قبل كده في المال والفلوس والكلام ده يعني. طيب انا لو هوجههم حاجة، اصل حاجة ايه يعني بالعقل كده، احنا مش بندخل الفكرة في دماغكو بالعافية، الناس دي مهتمة بشيء، انا بقى عايز اوجه للناس دي الشيء اللي هم مهتمين بيه وعايز اكسب في نفس الوقت. تمام، حاجة بسيطة جدا، انا جمعت الناس المهتمة بالمال. تمام، هقول له في مسابقة لكسب المال، او في مسابقة لكسب جهاز كذا، او ادخل هنا علشان تتعلم ازاي تربح من الانترنت، ادخل هنا عشان تعمل قناة يوتيوب وتكسب منها فلوس، الكلام ده كله. وهتشرح فعلا، وهتجيب لينك بيشرح، بس هتحط لهم ممكن بقى تعمل حاجة حلوة قوي، تضرب عصفور او عصفورين او تلات عصافير بحجر وانت وشطرتك. يعني ممكن لما تيجي تدلهم لينك ممكن تختصره، وممكن تقوم عامله اختصار روابط، وكمان بيبقى يكون فيه رفع ملفات، يعني هتكسب من الابلود وهتكسب من الاختصار بتاع الروابط. طيب كده الكلام جميل جدا، انا دلوقتي جمعت الايميلات دي، طيب انا ازاي بقى هبعت لهم الحاجة اللي انا بقول عليها دي؟ تمام، طبعا في اهتمام كتير جدا لو اي حد جاله رسالة على الجيميل، يعني انا على يعني انا بتكلم عن نفسي، انا اي رسالة الجيميل بتجيلي انا بهتم بيها، غير الواتس وغير الفيس والحاجات دي يعني. تمام، لان ممكن فعلا يتبعت لي عرض يفيدني. طيب هنعمل ايه برضو بالايميلات دي؟ هو قبل ما اقول بس هنعمل ايه، احنا طبعا الاداة اللي احنا شرحناها اللي هي الاكسترا برودي دي، طبعا لو اتلغت او اتقفل او كده، في ادوات تانية كتير جدا ممكن اجيبها، فبالتالي هنزلها في القناة وهعمل عليها شرح، او هنزلها في الجروب بتاعنا، جروب مشاريع العمل. فانا عشان كده يعني لو انت مش مشترك في القناة او مش عامل زرار الجرس، عشان بس يعني بطلب انك انت تعمل طبعا سبسكرايب او تفعل علامة الجرس، علشان اي جديد لينا بس احنا بننزله تبقى انت معنا في الصورة، وكمان تشرفنا في الجروب بتاع مشاريع العمل، هتلاقوا طبعا الكلام ده كله في الديسكريبشن في الوصف بتاع اسفل الفيديو. نرجع لموضوعنا تاني يا شباب، التكست معنا هو. طيب احنا هنعمل ايه؟ هننتقل على برنامج تاني خالص. انت طبعا لو الكلام ده على الجيميل هتفضل تبعت رسالة في رسالة، وممكن تاخد حظر والكلام ده كله، فالكلام ده كله مش هينفع، فاحنا عايزين اداة تانية، عايزين برنامج يساعدنا. فبكل تأكيد احنا معانا السورس بيساعدنا جدا جدا، السورس ده برنامج ميلر كويس قوي، انا برضو هنزل لكم البرنامج، تقدروا تحملوه من جوجل درايف، هتلاقوه في الوصف بتاع الفيديو في الديسكريبشن، من غير اي اختصار رابط ومن غير اي حاجة يعني ان شاء الله. فالتفعيل بالكراك بكل حاجة، برنامج ممتاز ممتاز فوق الخيال، وهيجيب لك فلوس زي ما يعني ما بيقولوا فلوس من الهوا كده. احنا كل ده بنربط استراتيجية، بنربط شيء بشيء بشيء عشان بعد كده تجيب لنا فلوس كويسة. وانت بقى وانت وتفكيرك، يعني انت عايز تشتغل على موضوع السي بي اي مثلا، عايز تشتغل على موضوع اختصار رابط زي ما احنا قلنا، على رفع ملفات، والله في مواقع بتدي كل 1000 تحميلة مثلا بتديك مثلا $10 او 20، اشتغل اجانب، اشتغل عرب، اشتغل سي بي اي مثلا، اي حاجة، هتلاقي الموضوع بقى مفيد جدا معاك وبيطلع لك فلوس حلوة، انت بس توكل على الله، قلت توكلت عليك يا رب وابدأ في الشرح وجرب. وزي ما انا بقول دايما، هو الفشل اول بداية طريق النجاح للفشل، يعني فلازم تفشل وتجرب مرة واثنين وثلاثة علشان ربنا يكرمك. يعني انا اسف انا رغاي شوية، بس انا بحب اتكلم معاكم كأنكم قدامي، يعني انتوا طبعا يعني اخواتي وكده، فسامحوني لو انا بكتر في الكلام، بس حابب المعلومة توصل يعني بشكل كامل ليكم.
تعالوا بقى نشرح البرنامج الجميل اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله. اول حاجه هنفتح البرنامج هيجيلنا بالشكل ده، في الكراك وفي السورس بتاع السيت اب، فاحنا ايه هنعمله سيت اب من هنا طبعا نيكست في نيكست تمام. وهنا طبعا هنقول له فينش علشان يشغل لنا البرنامج اهو. الريستير بتاع البرنامج هنضغط على ريستير، وبعد كده هنضغط على براوز، بعد كده هنروح للبرنامج نفسه، بعد كده الكراك اهو تمام. اوكي كلوز تمام، هنقفله ونشغله تاني. طبعا هيبقى نازل في سطح المكتب بالشكل ده تمام. برنامج يا شباب بصراحة يا جبار، هينفعكم في حاجات تانية كتير، وهننزل برضو استراتيجيات على حاجات تانية على القناة، فتابعنا بإذن الله، ويعني هننزل حاجة كويسة جدا. طيب احنا نمشي واحدة واحدة كده، لازم نظبط حاجة اسمها الـ SMTP servers. هنضغط عليها تمام، هنضغط على كلمة add email تمام. بعد كده هو بيظبط الايميل والباسورد بتاعك، انت هنا هتديله الايميل تمام اهو والباسورد كده تمام، وهتسيب البورت ده طبعا زي ما هو لان ده بورت الجيميل تمام. طبعا هنا هتختار طبعا الجيميل، ممكن فيها عندك حاجات كتير، ياهو هوت ميل، ويعني حاجات كتير جدا، فانا يعني يفضل ان انت تشتغل على الجيميل. بعد كده طبعا هتقول له ايه تشيك اند اد، اللي انت هتعمل اد للايميل بتاعك. بعد كده هنيجي على كلمه كونتاكت، هنقول له امبورت فروم تكست فايل. انا معايا تكست فايل بره في الملفات بتاعتي او في الايميلات بتاعتي، انا عايز اضيفه فين اللي هو ايميل 133 دي. بعد كده شباب هنقول له طبعا سيف تو فايل، احنا هنا انا جمعت تقريبا 5 بس عشان ايه وقت الفيديو زي ما انا قلت لكم، هنعمل سيف تو فايل تمام. بعد كده هنضغط على كلمه كلوز، بعد كده هنروح على كلمه مسج، بعد كده بقى هنا التركات كبيره قوي، يعني هنا بقى اللي احنا عايزين نوصل لها ايه السبجكت بتاعك، هتكتب الموضوع ولازم بقى تنقي بقى تايتل، لازم تنقي عنوان كويس، يعني لو انت هتبحث على ناس كيورد مثلا اهتمام نيتش تصميم، هتكتب افضل برنامج تصميم في العالم، او كراك تصميم برنامج كذا، او ربح من المال مثلا لو ناس مهتمة بالمال زي ما احنا مثلا جبنا اربح الان من شركة جديدة او من موقع فلان بيعمل كذا كذا كذا، هتكتب السبجكت بتاعك وهتكتب الكلام هنا، وهترمي اللينك بتاعك اللينك المختصر طبعا، هتختصره على بيتلي تمام، يبقى هيبقى افضل يعني. وبعد كده شباب هنضغط طبعا على كلمة easy send، بعد كده الرسائل هتتبعت بشكل طبيعي جدا لكل الايميلات اللي انت اخترتها او اللي انت حافظها في تكست بس يا شباب. ويعني لو انت قابلتوا اي مشكلة قولولي في التعليقات وانا ارد عليكم على طول طبعا. انا البرنامج بالمتصفح اللي هو الاضافة في المتصفح، كل ده هتلاقوه في الديسكريبشن، كل ده من غير اي اختصار رابط ولا هيزهقك ولا اي حاجة، تنزله بشكل مجاني، بس اهم حاجة تختار انت عايز تشتغل على نيتش ايه وتدي له حقه، تصميم تصميم، ربح الانترنت ربح الانترنت، برمجة برمجة وتدي له حقه، واهم حاجة يكون الرسالة بتاعتك يعني رسالة قوية، سواء في السبجكت سواء في الموضوع او سواء في الرسالة نفسها بس يا شباب. فاحنا طبعا مش هنطول حلقة اكتر من كده عشان طولت جدا، ان شاء الله الشرح الجاي اقوى من كده بكتير ومفاجأة للجميع ان شاء الله. ياريت يا شباب يعني لايك، عشان لايك بيفرق معايا جدا، وياريت السبسكرايب اشتراك في القناة وتفعل علامة الجرس عشان اي جديد لينا احنا بننزله يجيلك على طول. اشوف وشكم بألف خير يا شباب، كان معكم محمد هلال، سلام عليكم. Thank you.